هم أصدقائي الأعزاء. معنا موسى الجميل، الصديقة الجميلة من زاوية الأردن. صديقتنا الجميلة لديها شلل الأطفال في الساقية، تحديات كتير بتواجهها لكنها بتقدر تتغلب عليها بثقتها بنفسها وإيمانها بقدراتها الخاصة. تتواجه صديقتنا الجميلة صديقتنا الجميلة بتستخدم العكازات لمساعدتها على الحركة. أصدقائنا من زاوية الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على الرياضة، قادرين على تخطي كل صعوبة. شفنا كتير من أصدقائنا من زاوية الإرادة على منصات التتويج، إذا كانت منصة تتويج رياضية أو علمية. رغم كل التحديات كل يوم بيثبت لنا إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس الجسد، واستخدامهم للأطراف الصناعية أو للعكازات أو للأجهزة التعويضية